ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الجمعة 7 يناير كانون الاول 2022. ارتحت النهاردة كتير جدا من عناء كبير عليك، وهتبدأ بداية جديدة. هذا اليوم بصحة نفسية قوية جدا من اليومين اللي كانوا قبل كده، لكن الملل اليوم بيكون مسيطر عليك أيضا، وما يزال يزيح بثقله عليك في فترة الصباح والظهر لكثرة الأعمال التي تواجهك، لكن الحمد لله إنك مش هتلاقي أي مشكلة. التعب هيكون سيد الأحكام في المساء، لكنك هتدعى للخروج ومش هترفض الدعوة دي، لأنك بحاجة لأنك تغير شوية من نفسيتك. بالنسبة لك مهنيا، خليك حذر في تنقلاتك اليوم وانتبه أكتر، لأنك هتكون شارد ووارد اليوم في الشغل من قبل أشخاص دخلوا أخيرا على خط حياتك المهنية، فخليك حذر منهم وانتبه كويس لكل تصرفاتهم. بالنسبة لك عاطفيا، ما تفرضش على شريكك رأيا وما تجرحش كبرياءه، فهو بيمر بيوم عصيب وده بيسبب إحدى المشكلات اليوم. بالنسبة لك صحيا، لو أرهقت نفسك أكتر من اللازم ممكن تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه أكتر وأكتر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج الحوت، ده بيشجعنا على أننا نتواصل مع جانبنا الخيالي والعاطفي، هنكون متحمسين ولينين ويمكن لمسنا بسهولة، هنضبط بسرعة الاهتزازات من حولنا ونحن منفتحون نفسيا عليها، هنميل إلى الحلم والإلهام وحتى البحث عن الإلهام الخاص فينا، بينما يمكننا أن نتعامل مع مستويات التحفيز المنخفضة دي، فمن المحتمل أن يكون ده مؤقت ويمكن أنه يحفزنا على التواصل بشكل أكبر مع رغبتنا لليوم في الحياة. بيحدث القمر اليوم مع الجانب الآخر للقمر قبل التغير سداسي مع بلوتو، حتى يدخل القمر لبرج الحمل في اليوم التالي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيني ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.